كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كتعتبر السلسلة ديال الزيتون من أهم سلاسل الإنتاج في الإقليم ديال الصويرة، نظرا للدور ديالها الاجتماعي وكذلك الاقتصادي والبيئي. في إطار مخطط مغرب أخضر حظات هذه السلسلة هذه بمجموعة من المشاريع بواحد الأهمية كبيرة، حيث أن وضعنا واحد مجموعة من المشاريع، تقريبا واحد 4 المشاريع من أصل 15 مشروع اللي كانت في إطار المخطط مغرب أخضر. هذه 4 المشاريع كلها اللي كانت توسيع المساحة على واحد المساحة ديال 5600 هكتار واللي انخرطوا فيها الفلاحة، وكان طلبات كثيرة على الفلاحة متزايدة. كذلك يعني في إطار صندوق التنمية الفلاحية فتقريبا تم غرس واحد 3000 هكتار، فبالتالي في هذه 10 سنوات تقريبا كانت توسيع المساحة على واحد تقريبا واحد أزيد من 8000 هكتار. وفي إطار الجيل الأخضر واللي تكريس هاد المجهودات اللي قامت بها المدير الإقليمي الفلاحة في إطار المخطط المغرب الأخضر، في إطار الركيزة الأولى ديال الاستراتيجية ديال الجيل الأخضر اللي كتهتم بالعنصر البشري بصفة عامة لتحسين الدخل ديال الفلاح والوصول إلى واحد الطبقة وسطى متوسطة، وكذلك يعني تشجيع المقاول الشباب. هذا اليوم الدراسي جا في هذا الإطار، هذا في إطار هاد الاستراتيجية ديال الجيل الأخضر، أنه يكون تسميتو اللي كنهتموا على السلسلة ديال زيت الزيتون. وبالتالي فكان واحد الكونكور ديال أحسن زيت الزيتون على الصعيد الإقليمي الصويرة اللي شاركوا فيه مجموعة من الفلاحة، وكانوا الحمد لله كانت النتائج كانت مزيانه، وكانت يعني بينات بانه الاقليم الصويره الجوده ديال زيت الزيتون فهي جوده اللي هي مزيانه، فكانوا تقريبا 8 ديال الميداليات الذهبيه اللي كانوا خداوها الفلاحه. وكذلك يعني باضافه الى هاد المجهودات اللي كنقوم بها، كذلك لان تحسين الهدف هو تحسين الدخل الفلاح، وكذلك باش الفلاح يعرفوا المعايير ديال الجوده والمتطلبات ديال السوق فيما يخص المستهلك، وكذلك السوق الدوليه والسوق الوطنيه. كذلك بالاضافه لهاد الكونكور اللي كنا درنا ديال زيت الزيتون، فكاين كذلك يعني الفريق عمل هذا لتشجيع الشباب العالم القروي، انه تم اقتناء واحد المجموعه ديال الماتريال وغادي تعطاو للشباب القروي اللي واحد عندهم انهم يشتغلوا في هذه السلسله هذه ويقدموا خدمات، وبالتالي كيحسنوا الدخل ديالهم ويقدروا يخدموا معهم حتى ناس اخرين. فهذا هو الهدف، هو الهدف اننا نوصلوا لواحد الطبقه متوسطه من خلال تشغيل في العالم القروي، وكذلك يعني تحسين الدخل ديال الفلاح. وبالنسبه للشباب القروي حتى هو كيشتغل، فاحنا بدينا الحمد لله في الاستراتيجي ديال الجيل الاخضر من خلال هذه المشاريع هذو، وكاين مشاريع اخرى مبرمجه باذن الله اللي غادي نشتغلوا عليها في المستقبل. حنا تعاونيه ديال الزباره، مجموعه من الشباب ديال المنطقه ديال اقرموت حدره مولي بوزرقتون، درنا تعاونيه خدماتيه في مجال ديال الزباره وديال قلع الزيتون. الحمد لله انه بالجهود اللي كديرها المديريه الاقليميه ولا المكتب الاستشاره الفلاحيه، هاد الناس دعمونا بماتريال ديال القلع وديال الزباره، وكنشكروا في هذه المناسبه السيد المدير الاقليمي للفلاحه، وكنشكروا كذلك الناس ديال الاستشاره الفلاحيه تما على التكوينات ديالهم والدعم ديالهم، وكنشكروا كذلك السيد العامل على البادره الطيبه اللي كنا فرحانين بزاف بهذا الدعم هذا، وما هو الا ان شاء الله ما هي الا البدايه. غادي يكون الخير ان شاء الله لقدام، خاصه انه الحمد لله وانه الشباب تحمس، وغادي يكون ان شاء الله خير في المستقبل ان شاء الله.